السلام عليكم. الفيديو ده للاي واي كوتشز، مهمتكم مش سهله. الطلبه اللي هتدرسوا لهم دول هيدخلوا مسابقات باسم مصر اون سايت واون لاين، مستواهم هياثر على الرانكينج بتاع مصر. عشان كده احنا عاملين ستاندرد كل الكوتشز يمشوا عليه عشان الطلبه ما يقلش مستواهم عن ليفل معين. الستاندرد ده فليكسيبل، يعني ايه؟ يعني مش هياخد السيشن كلها. لو انت طبقت الستاندرد ده صح هياخد بالظبط نص السيشن، وهيتبقى النص الثاني في السيشن للاكسرسايز. وقت الاكسرسايز ده انت ممكن تديه هوم ورك وتضيف اي حاجه، لو انت عندك حاجه تضيفها على الكورس ممكن تضيف اي حاجه في الفتره دي. اول حاجه عندنا الهدف. الطلبه اللي هيجوا لك طلبه مدارس ما عندهمش اهداف محدده، النهارده عايز يطلع ضابط، بكره عايز يطلع دكتور، بعده عايز يطلع طيار، ما عندوش هدف محدد. احنا مش عايزين نغير له هدف حياته، بس عايزين نحط له هدف في الكورس. لازم تحسسه ان الكورس ده ليه هدف. احنا عملنا اي كيو في المدارس ونقينا الطلبه دول من خلال الاي كيو، فانت تحسسه ان احنا ما نقيناش اي حد، احنا جبنا اذكى ناس عشان عايزينهم يرفعوا اسم مصر فوق، عشان عايزين يطلع منهم العلماء بتوع المستقبل. هتعمل على قد ما تقدر في الكورس ده، مش هيغير فكرك. عايز تطلع دكتور اطلع دكتور، عايز تطلع ظابط اطلع ظابط، بس لما تدخل الكورس ده لازم تعمل اهداف الكورس ده. بعد ما تخلص الكورس اعمل اللي انت عايزه. فنقطة الهدف دي لازم تركز عليها قوي طول ما انت شغال، ولازم تركز ان الهدف ده مش هيغير حياته بس، ده هيغير ترتيب مصر على مستوى الدول. تاني قاعدة عندنا، حاجة تحطها في دماغك. اوعى تقول للطالب ده غبي. بيحصل كتير جدا في السنين اللي فاتت، طلبة تلاقيهم في اول الكورس اغبياء مش فاهمين اي حاجة، تقعد معاه لحد اخر الكورس تلاقيه تقريبا في اخر تو سيشنز او حاجه بدا يبقى عبقري، وفعلا عبقري. مش هنقول اسامي، بس في ناس كتير جدا مشهورين دلوقتي كان باين ان هم اغبياء جدا. بس المثال اللي ممكن نقول عليه اينشتاين. اينشتاين اتطرد من المدرسه عشان كان غبي، الناس بتقول عليه غبي، مش بيحصل بسرعه، وفي الاخر بقى عالم. فنفس الموضوع عندنا، اوعى تقول على اي طالب غبي، استنى لحد الاخر، اتعب معاه لحد الاخر، غير في طريقه شرحك، بس ما تقولش عليه غبي. قاعدة رابعة، الهوم ورك. عدد ساعات الكورس قليل جدا، عدد ساعات الكورس ما يكفيش ان الطالب يستوعب المادة بشكل كافي. عشان كده في هوم ورك، والهوم ورك ده كبير جدا، ولازم تأكد على الطلبة ان هم يحلوا الهوم ورك. اللي مش هيحل هوم ورك كويس فعلا هينقص كتير جدا، 90% من الكورس موجود في الهوم ورك. القاعدة الخامسة، الكواليتي اهم عندي بكتير قوي من الكوانتيتي. يعني اهم حاجه ان الطالب الدرس اللي انت تشرحه له لازم يفهمه 100% قبل ما تدخل على اللي بعديه. ما تدخلش على اللي بعديه لو هو مش فاهم 100%، ما تقولش كده مش هتخلص المنهج، مش مشكله تخلص المنهج. اهم حاجه ان الحاجه اللي تخلصها يكون 100% 100% فاهمها. القاعده السادسه، اوعى تشرح الحل، اوعى تشرح الحل، اشرح طريقة التفكير للوصول للحل. لما تيجي تشرح لهم سوليوشن، اوعى تشرح سوليوشن في دماغك كده على طول، يا جماعة دي هتتحل بالطريقة الفلانية 1 2 3، لا ما ينفعش. اديهم مسألة خليهم يفكروا فيها، فكر في الحل، وهو بيفكر في الحل قال حاجة غلط، قول له طيب أنت متأكد إن ده هينجح؟ لأن لو عملنا كذا هيفيد. يقول لك أه صح. يبدأ يفكر معاك، يفكر معاك، وصله للصح، اوعى تشرح له الصح على طول. مش هتستفيد حاجة لما تشرح له الصح على طول. هو مش هيتعلم حاجة، مش هيعرف يحل بعد كده. كده انت بتعلمه زي المدرسة، المسألة هتجيلك كده حلها كده. احنا مش عايزين النتيجة دي طبعا، احنا عايزينه يفكر. فانت كل ما تشرح مسألة خليه هو يفكر، طلع له البج وخليه يفكر تاني، طلع له البج خليه يفكر تاني، طلع له البج لحد ما يوصل هو ذات نفسه للحل الصحيح. القاعدة السابعة والأخيرة، الطالب لما يقول اي اجابه والاجابه دي تطلع غبيه او وحشه او غلط، دايما حسسه ان انت مبسوط بطريقه تفكيره. انا عاجبني طريقه تفكيرك، مش عاجبني الحل بس عاجبني طريقه تفكيرك. خليه المره اللي بعد كده يبقى احسن، والمره اللي بعديها احسن، والمره اللي بعديها احسن. فدايما خليك بوزيتيف، كل ما يقول حل اه هو الحل ده غلط بس انا عاجبني طريقه تفكيرك جدا، وان انت وصلت الموضوع ده حاجه حلوه جدا. دايما قول له الكلمتين دول.